بخير على خير. اليوم فكرة ديال العشاء لسان الطير، شاي يكون خفيف بطريقة يعني مختلفة. لسان الطير قطعة ديال اللحم، أول حاجة قطعنا اللحم هنايا، هاهو قطعنا قطعة صغورين درنا في الحلة، ومن بعد غادي نجيبو بصلة هنايا مقطعة بصلة كبيرة، ولا كان صغار غديرو جوج بصلات كبار، كان صغار غديرو جوج، كانت كبيرة غديرو غير وحدة. قطعناها قطعات صغيرين بحال هكايا، ونص كاس ديال الزيت المائدة، وعلى حسب الزيت ديما كنقول على حسب اللحم إذا كانت ميدنة ولا ما كانش ميدنة. وهنا التوابل اللي كاينين، كاين معلقة صغيرة ديال الزنجبيل، ومعلقة صغيرة ديال الكركم، ما كملاش معلقة، أنا عندي درت أصغر معلقة ديك لابار صغير، لأن الكركم أنا عندي هنايا شريتو هذا عرق أو يعني عرق كيف حال سكينجي، في حال هذاك كيكون صحيح وطحنته، ويعني كيدير اللون بطريقة يعني بزربة. وعندي هنايا معلقة من الموزية، حنا كنقول موزية ممكن يقولوها يقولوا ليها بهارات، سبع بهارات ولا ثمان بهارات، المهم دوك البهارات يكونوا سبعة ولا ثمانية، المهم يكون فيهم هذا القرنفل، ويكون فيهم الهيل، ويكون فيهم شحال من حاجة يعني هكايا كتكون مطحونة، والملح أكيد. وهنا زدت هنا شويه ديال حبيبات الهيل لان كتعجبني النسمه ديالها، وكتواتي مع هاد الاكله ديال لسان العصفور مع اللحم، والفلفل الاسمر او الابزار. هادشي ما كان، اول حاجه غادي نحطوا اللحمات كيف ما شفتوهم في هذيك الحله، غادي نزيد عليهم البصله وهاد التوابل وشويه ديال الماء يتشربوا مع ديك اللحمات، ومن بعد نشعل عليهم النار ونخلوهم يتشوحو، ونزيد عليهم هاد الزبيدة هادي. وديك الساعات غنكون دايرين الماء اللي غادي يكفينا باش ملي نحطو عليهم هاد لسان العصفور، نكونو دايرين الماء مغلي اللي غادي يقد لسان العصفور. وانتم عارفين كاع هاد المعجنات او هاد لي بات هادو يعني شحال كيخصهم ديال الماء، يعني مثلا كاس ديال لي بات كيخصو كاس ديال المانيت، هو داك على حسب المعجنات كيفاش معمولين، هذا من القمح شوفوا على حسب المعجنات. المهم هاد القياس ديال الماء كيبقى عينك ميزانك. هذا ما كان غادي نبداو دابا على بركه الله، غادي نحطو كي قلت لكم هاد البصله هادي مع اللحم، ونزيد عليهم شويه ديال الماء ونص كاس ديال الماء، نحركوهم ونعاودو نشعلو لهم النار ونحطو عليهم الزيت باش يتشوفو. هانتوما البنات مازال ما تش كاع الزيت، غير شوح حتى هكايا داك شويه الماء، ربع كاس الماء، شفتوا هي حيت هاد اللحمات كيكونوا اصلا غسلاهم هذا كيكونوا هازين، غير شويه الماء صافي. دابا عاد غادي نزيد هذيك الزيت ونخليها تشوح عاد باش نزيدها الماء طيب اللحم، يطيب اللحم نحس به الطاب، عاد نزيد لسان العصفور او لسان الطير. البنات نسيت ما قلتلكمش هذه الضمه ديال البنه، نسيت متى انا ما حطيتهاش حتى كنشوف دابا هذه، يعني الضمه ديال البنه ديال الزعفران هذه صغيره، اذا كانت كبيره ديروا غير نص ديالها. المهم البنات غادي قبل ما نديروا لسان الطير او لسان عصفور غادي نديرو له هاد الزيت باش منين يعني طيب يجينا حبه حبه، ما يجيش ملصق، نحطوه مع اللحم ما يجيش ملصق، يجي كله حبه حبه.
تقريبا معلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال المهم على حسب كميه ديال لسان الطير او لسان العصفور اللي عندكم. نحطو مزيان بهذا الزيت كيتبك كاملو عاد نحطوه يكون اللحم طاب اصلا او اللحم مستوى عاد نحطو معاه. كاين اللي كيدير يفوروا او يبخروا على حسب كل واحد وطريقته. يعني كندير انا الطريقه السهله هي هادي. البنات صافي اللحم هنا طابت وهذه كيف ما قلت لكم درنا ليها السانتر درنا ليها لبسناها بالزيت غادي نحطها هنايا نجيب غير شي حاجه لان هادشي ثقيل عليا. صافي غادي نزيدو الماء الكافي اللي غادي يخليها طيب او تستوي. هانتوما يا قرب ليها هكا باش نشوف هكا نخلطوها مزيان مع هاد لاصوص ديال اللحم ومن بعد نزيدو ليها الماء الكافي اللي غادي يخليها تشرب هذاك الماء وما تجيش ما هي جاريه ما هي ناشفه. وكيف قلت لكم الماء على حسب النوع ديال هادو لي بات او المعجنات. انا غنزيد لها الماء ونغطيهم بعد نرجع. هانتوما البنات فاش زدت الماء دابا غادي نزيد هذا الخضره هي القزبر والمعدنوس كيبقى اختياري ولكن تيجي زوين تينسمت هويا كيكون مخلط ما بين القزبر والمعدنوس اي كزبره وبقدونس. صافي وكنخليوها حتى وكنتشرب هذا الماء وديك الساعات اللي كنقص الماء غادي يزيدو كان صافي راه محتاج ما محتاجش الماء راه صافي كنطفيو لها. وما تنساوش تذوقوا الملح هادشي اللي كاين تنتلاقاو مع الطبق التقديم الاخير ان شاء الله. وهذا هو الطبق الاخير ديال لسان العصفور او لسان الطير بقطع اللحمه كيجي بحال الطريقه هذه والمذاق ديالو ما قلتلكمش كيفاش كيجي تيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليقات ديالكم. هذا ما كان ديما كنقول لكم قبل ما كنختم شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.